بغداد التي صنفتها مؤسسة ميرسر العالمية للاستشارات بأنها أسوأ مدينة للعيش في العالم، يتحدث مسؤولوها بكلام أقرب للخيال والأوهام عن توأمتها مع كبرى المدن العالمية، بحيث تصبح تضاهي إسطنبول وباريس. مشروع كبير بتوأمة مدينة بغداد مع عديد من المدن العربية والأجنبية. لدينا مشروع توأمة مع باريس، لدينا مشروع توأمة مع عمان، لدينا مشروع توأمة قريب مع الرياض، عندنا مشروع توأمة مع اسطنبول. نشوف كثير أيضا صربيا عرضت علينا أنه يكون بلغراد، أن يكون هناك مشروع توأمة، كلهم هم اللي يدعون. أكثر من 50 مشروعا تطويريا في جعبة أمين بغداد يعد بأنها ستغير ملامح المدينة تماما، ولعل سكان بغداد هم من يردون على هذا المسؤول، فهم الذين يعايشون يوميا مصاعب الحياة فيها ويذوقون مرارة سوء الخدمات. هسه احنا عندنا ما يقارب 53 مشروع قائم في بغداد بأعمال تطويرية موجودة. عندنا البنى التحتية أيضا راح نفرد لها مساحة كبيرة، لكن ننتظر الموازنات. الحقيقة الموازنات يعني تحتاج موارد مالية كبيرة. بغداد بحسب وزارة التخطيط تحوي على أكثر من 1000 مجمع عشوائي يضم عشرات الآلاف من المنازل. تغرق المدينة وتغلق شوارعها مع هطول الأمطار. أما التلوث البيئي فقد وصل إلى مراحل خطيرة، حتى أن موقع نومبيو المعني بالمستوى المعيشي لدول العالم أكد أن مستوى جودة المعيشة في بغداد منخفض جدا من كل النواحي. وفوق مصائب الفقر والبطالة وسوء الخدمات، تنتشر عصابات الجريمة المنظمة والسطو المسلح، فلا يأمن المواطن على نفسه وماله، فضلاً عن انتشار الميليشيات وتقطيعها أوصال المدينة بالسيطرات. هذا هو واقع المدينة التي يتحدث أمينها عن مشاريع تجعلها تضاهي كبرى العواصم والمدن في الدول المتقدمة.